دائما ما يرتبط اسمه بيونس محمود في أي قضية يسعى فيها السفاح للحصول عليها، فالعلاقات التي يمتلكها سامر سعيد جيرها لصالح محمود، وسياراته المكوكية للسياسيين وأصحاب القرار ورجال الدين. نجد أن سعيد قد رتبها لمحمود، فلماذا هذا التقارب الكبير؟ وما هو الهدف من الوقوف مع يونس خلال هذه الفترة؟ هل يسعى سعيد للوصول إلى مكان ما إذا ما حصل يونس على منصب رياضي مرموق؟ أم هي أخوة المنتخب والتي امتدت لسنوات وجعلت العلاقة بهذا العمق الكبير مبتعدة عن القطيعة والفتور والجفاء؟ زيد السراج لللاعب 12.